ببرنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. اللي معانا على الرقم الشيعي حول. طيب. تسمعني استاذ؟ تسمعني؟ تفضل معايا. معك محمد بن استاذ اشرف بالنسبه لعبد الله بن سبا اليهودي. محمد ايه يا استاذ؟ بس اهدى علي، عايز افهم. عايز افهم ايه يا عم انت داخل بتعلق على مباراه؟ مين معايا محمد؟ مين حضرتك؟ تفضل محمد. ايه تفضل، شيعي ولا سني يا محمد؟ شيعي. حضرتك شيعي؟ تفضل، عايز تقول ايه؟ تفضل. طبعا استاذ اشرف، عبد الله بن سبا اليهودي من الذين مرتدين، وقام عليه علي بن ابي طالب، اقام عليه الحد ونهاهم من الوجود. لكن مشكله وجدت في كتبكم مثل عقبه في التاريخ في عثمان الخميس، يقول الذين كانوا يدعون لدعوه عبد الله بن سبا ناس من الصحابه من الذين باعوا تحت الشجره واصلوا الحديبيه، هم باعوا في صلح الحديبيه وكانوا موجودين. يا اخي انا عايز اسالك يا محمد، هو الكذب عندكم عقيده؟ الكذب عندكم عقيده؟ افتح الكتاب. انا بسال سؤال بس. عثمان الخميس حبه في التاريخ صفحه 91. يا عم انا بسال سؤال واضح، الكذب عندكم عقيده؟ عزيزي انا قلت لك حقبه من التاريخ. انا بساله سؤال ما بيردش على قدر السؤال. طب اخر مره هسالك وهقفل في وشك، الكذب عندكم عقيده؟ نعم او لا؟ دخل الكذب بالموضوع؟ قلت لك بيردش. كتاب عثمان الخميس حق ده بيردش. كتاب عثمان الخميس حقبة من التاريخ بيقول ان كان من اتباعه ممن بايع تحت الشجرة واخذ بدعوته في قول علي بن ابي طالب ومقتل عثمان. طب اقروا انتوا كتاب حقبة من التاريخ، يمكن انا ما قريتوش ولا مرة. الله المستعان. السلام عليكم. تفضلي معايا. استاذ اشرف، قبل شوية ذكرت لك ان الذين كانوا يدعون ويروجون الى عبد الله بن سبا هم بعض الصحابة، انت ليش ما تفتح الكتاب وتقرأ؟ استاذنا، يا استاذنا حضرتك بتقول دلوقتي انه من اتباع عبد الله بن سبا من الذين بايعوا تحت الشجرة، مش ده اللي انت قلته؟ يفتح كتاب صفحة كام؟ افتح الكتاب عزيزي، افتح الكتاب واقرأ. صفحة كام في الكتاب؟ افتح كتاب. صفحة كام في الكتاب؟ اخر مرة بسأل السؤال وترد على قدر السؤال، صفحة كام في الكتاب؟ ما بيردش. صفحة 91. بس لا تعصب استاذ اشرف، بس لا تعصب. ما بيردش. يعني انا بساله صفحة كام؟ ما بيردش. صفحة 91 في الكتاب. تمام، تفضل. 91. نعم، تفضل. قول ماذا يقول في صفحة 91؟ اقرا، بس اريدك تفرج الكاميرا على الشاشة وخلي الناس تقرا. قول بس. تفرج الكاميرا على الشاشة والناس تقرا. لا انت قول، اقرا انت، انا مصدقك. تفضل اقرا. لا انت اريدك تقرا، بس فر الكاميرا وخلي الناس تشوف. حضرتك هتقرا يا استاذنا، الفضل. تفضل. يقول: ومن دعاتي العنوان، ومن دعاتي الذين اسسوا لدعوه عبد الله بن سبا اليهودي، اسمه عمر بن حمق الخزاعي وبشير بن المنذر وعبد الله بن عديس البلوي. هؤلاء ممن بايع تحت الشجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى انزل بهم هذه الايه. اسمع اسمع يا كذاب، اسم هذا صفحة 91 قدام الناس الكتاب اهو. تمام؟ ادي صفحة 91. اخواننا الاحبة، الكتاب ايه يا عم اش؟ اهو عشان الناس ما تشك، اهو كتاب حبة من التاريخ اهو. لحسن الناس تفتكر ان انا فاتح كتاب تاني. كتاب حبة من التاريخ اهو، صفحة 91 اللي قال عليها اهو، 9-1. اهي. صفحة 91 اهي. تمام؟ فكتب كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله كلها تزم عثمان ابن عفان فعبد الله بن سبا. تمام؟ ألسنة، كتبت كتابات مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله.
دي البداية كلامه عن عبد الله بن سبأ. فين يا أستاذنا اللي أنت بتقوله تمام عن هذا الأمر؟ فين يعني في صفحة 91؟ يا أخي أنا مش بقولك أنت ما بتستحوش من الكذب يا أخي. يا أخي مش بقولك ما بتستحوش من الكذب. الله المستعان. ما هو الشيعي يا إخواننا الأحبة لما بيحب يكذب يعمل إيه؟ يقطع النص زي كده بتاع أمس. وكلهم نفس الشاكلة. يا اخي ارحمونا من الكذب شوية. انت بتنصر دينك بالكذب ليه؟